السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا عاشر. اليوم سوف نتحدث عن الوحدة الأخيرة وهي العروض. في البداية نريد أن نعرف ما هو العروض. العروض هو ميزان الشعر. العروض هو ميزان الشعر. طب شو يعني ميزان الشعر؟ يعني هو صحيح وزن الشعر، يبين صحيح وزن الشعر من مكسوره، ويبين صحيح وزن الشعر من مكسوره. طيب من هو واضع علم العروض؟ هذا السؤال مهم جدا. من هو واضع علم العروض؟ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. حفظت يا عاشر، الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أحد أئمة اللغة والأدب في القرن الثاني هجري. والخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود في 15 بحراً. البحر قسمهم إلى بحر طويل والبحر المديد والبسيط والوافر والمتضب والكامل والهزج والرجز والرمل والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمتقارب والمقتضب والمجتث. ثم زاد الأخفش تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي بحرا واحدا سماه الخبب والمتدارك. الذي الأخفش هو طالب تلميذ أو طالب الفراهيدي. طيب هلا أنا لما أجي أقطع أو الصلة بين العروض والموسيقى، أنا لما بدي أجي أقطع بيت بغني زي كأني بغني على شكل إيش؟ موسيقى، عشان يطلع معي تقسيمة البيت العروضية. الموسيقى تقوم على تقسيم الجمل إلى مقاطع صوتية تختلف من حيث الطول والقصة، إنه طويل أو قصير. إنه التقطيع الموسيقي بيختلف من إنه طويل أو قصير. كان شأن العروض في البيت من الشعر يقسم إلى وحدات صوتية معينة أو مقاطع صوتية. تقسم البيت إلى منقسم البيت إلى وحدات صوتية لا تتحقق إلا إذا كتبت كتابة عروضية. إذن طيب شو هي الكتابة العروضية؟ أنا شو عرفني شو هي الكتابة العروضية؟ هي الكتابة العروضية ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. طويل قصير، ما ينطق يكتب، كل حرف أنا بحكيه بكتبه، اللي ما بحكيه ما بكتبه. طب شو بعرفني شو هي الحروف التي تنطق ولا تكتب؟ شوف، بعض الأحرف لا تكتب إملائيا وحذف بعض الأحرف التي تكتب إملائيا لكنها لا تنطق. كيف يعني؟ في عندنا أحرف منزيدها، في أحرف بنزيدها لما نكتب كتابة عروضية، وفي أحرف بنحذفها. طيب تعال نتعرف على الحروف التي تكتب كتابة عروضية. عنا الحرف، أول شيء إذا كان مشدد، الحرف إذا كان مشدد يعني الكلمة الحرف اللي عليه شو؟ شدة. شو الحرف اللي عليه شدة؟ هي شدة. شو بنزيد؟ شدادة، بنحط دال ساكنة ودال متحركة. هيك إحنا بننقطع عروضيا، بنفك التضعيف، بنفك التجديد. إذا كان الحرف منون كتب التنوين نونا ساكنة، مثل جبل، ها نون ملفظين النون نكتب نون. إذا كان الحرف منون نون ساكنة تكتب النون، تكتب النون. إذا كان الحرف منون كتب نون، إذا كان الحرف كتب نون. لا 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 الحرف الأحرف التي تزداد ألف بعض الكلمات، يعني في كلمات من نضعها نزيد لها ألف، مثل شو؟ في كلمات نزيد لها ألف، نكتب هذا. كيف أنا بكتب هذا كتابة عروضية؟ كيف؟ ها ذا، شو احنا هيك نكتب هذا؟ يعني نلفظ هذا. طيب مثلا نلفظ لكن، هاي لكن احنا نكتبها، لكن شو نلفظها؟ لكن، هيك تكتب. احسنتم، كتابة عروضية. الرحمن هكذا تكتب الرحمن. طب عروضية الرحمن، هيك الرحمن تكتب كتابة عروضية. عندنا كلمة نقول مثلا مثلا له، له كيف تكتب له؟ لا
هو هيك كتابتها العروضية، بنزيد الحرف اللي بيلفظ. طيب وآخر شيء عندنا من الأحرف التي تزداد هو إشباع آخر حرف متحرك، إذا كان كسرة بتحطي ياء، إذا كان ضمة بتحطي واو. مثلا عندنا كلمة، نقول مثلا كلمة البيتي، ماذا نقول كلمة البيتي؟ ها كيف تكتبها؟ البيتي هيك، هيك تكتب الكتابة العروضية، بنزيد آخر حرف متحرك. طيب في عندنا حروف تحذف عندما نقوم بالكتابة العروضية، شو هي؟ عندنا الأحرف هي همزة الوصل إذا جاءت وسط الكلام، إذا جاءت همزة الوصل في وسط الكلام تحذف. عندنا كلمة فاجتمع، كيف تكتب كتابة عروضية؟ كيف نلفظها؟ فاجتمع، فاجتمع، همزة الوصل الوصل تحذف. عندنا اللام الشمسية، كلمة مثلا عندنا كلمة الشمس، كيف تكتب؟ كيف نلفظها؟ الشمس، الشمس، الشمس طبعا مشددة بتكون الشمس. حروف العلة عندما يليها ساكن، مثل حروف العلة عندما يليها ساكن مثلا البيت، هسا البيت فيها همزة وصل، نكتب البيت أو في البيت، هي الجملة مثلا في البيت، في البيت، كيف من نكتبها كتابة عروضية؟ في البي، في البيت، في الصف مثلا، في الصف، كيف نكتبها؟ في الصف، في هيك. طيب ألف التفريق مثلا عنا كلمة كتبوا، كتبوا، ألف التفريق هذه تكتب كتبوا، تلفظيها؟ لا، إذا تحذف، تحذف. في الحصة القادمة يا عاشر نضع أبيات ونقطعها كتاب تقطيع العروضي، وإلى هنا استودعتكم الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.